بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أنزل علينا سكينتك وأغشنا رحمتك وحفنا بملائكتك واذكرنا في من عندك واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. الآيات هي فاتحة سورة الدخان، وهي كما سمعتم في شأن ليلة مباركة. والذي دعاني للحديث عن هاته الآيات أمران. الأمر الأول الجدل الكبير في هذه الليلة، ما هي؟ هل هي ليلة النصف من شعبان كما قال بذلك بعضهم، أم هي ليلة القدر التي هي في شهر رمضان؟ والداعي الثاني هو الجدل والفضول الكبيران في تحديد ليلة القدر. أما المسألة الأولى فإن فريقا من العلماء ذهب إلى أن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، وزاد بعضهم الطين بلة فقال إنها هي ليلة القدر، وقال إنها هي التي نزل فيها القرآن، ولهذا اختلف الناس في ليلة القدر إلى أكثر من 45 قولا. هنالك من يقول إنها ليست في رمضان، وكل قول فيه أنها ليست في رمضان فهو قول باطل، لأن الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن فليلة القدر هي في شهر رمضان، انتهينا من هذا. حتى الضمير في إنا أنزلناه مع أنه لم يذكر القرآن في هذه السورة التي هي سورة القدر لأنها أول آية، لكنها جاءت بعد سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكأن الكلام إن ذلك القرآن الذي نزل وكان أول نزوله اقرأ باسم ربك الذي خلق في ليلة القدر. وكل قول فيه أن ليلة القدر ليست في العشر الأواخر من شهر رمضان فهو قول ضعيف. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في أحاديث صحاح أنه قال التمسوها في العشر الأواخر. وكل قول فيه أنها ليست في الوتر فهو قول بعيد، لأنه قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. لكن ما هو الوتر؟ لن يستطيع أحد أن يحدد الوتر في هذه الليالي، لأن هنالك اعتبارات واختلافات ومعاني لا يعلمهن كثير من الناس في هذه الليالي الأوتار. وذلك أن من العلماء من يقول إن الشهر إذا كان 29 ولا بد للشهر من عشر أواخر فإن العشر الأواخر تبدأ من ليلة 20، فخرجنا إذن من توقع يكاد الناس يجمعون عليه بأنها لا تكون إلا في ليلة 21 و 23 إلى آخره، فعلى هذا تكون الليلة الأولى ليلة 20 ثم 22 وهكذا. ومن جهة أخرى حتى لو قيل إن الشهر 30 فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، رواه مسلم. طيب وإذا كان الشهر 30، وقد فسر ذلك سعيد بن المسيب وقال 9 هي الليلة 22 لأنها هي 9 التي تبقى، وعد
سوف تجدها كذلك. والسابعة ليلة 24، والخامسة ليلة 26. وذلك أن العرب أحيانا يحسبون من الآخر فيقول لليلة بقيت فتكون هي ليلة واحد، خاصة إذا قربوا من آخر الشهر، فليلة 30 ليلة وتر، و28 وتر لأنها ليلة 3 من الآخر. فالمسألة إذن لا تحتاج إلى بعض الكياسة وبعض الحذاقة. بعض الناس يريد خلاص يقول هذه ليلة الجمعة وفي ليلة وتر هي ليلة القدر أو ليلة 27. يا أخي الناس لهم الآن أكثر من 1430 عاما وهم لم يصلوا إلى شيء في هذه المسألة. ثم تعال أنت أحسبها، إذا كنت أنت تحسن التجارة أحسبها بهذه الطريقة. الآن هنالك رجل قال لك هذه 10 صناديق، في كل صندوق جواهر، ولكن هنالك صندوقا فيها ضمن 10 فيه جوهرة تساوي هذه الجواهر 1000 المرات، 30,000 مرة. فأنت الآن بين خيارين، يا أنك تسوي نفسك ذكي وتختار واحدة، أو تختار واحدا من هذه الصناديق ويمكن يطلع هو الصندوق الكبير الذي فيه تلك الجوهرة الثمينة، واحتمال كبير جدا أنه ما يطلع هو، فعلى فرض أنه ما طلع هو فأنت خسران، طلع هو أنت خسران. لكن الخسارة هنالك أكبر، لماذا تركت الصناديق الأخرى التي فيها جواهر أيضا؟ غاية ما هنالك أن هذه الجوهرة هي الجوهرة العظمى. فمن أراد أن يحسن التجارة مع الله فليتعامل بهذه الطريقة. وأنت متأكد وأنا متأكد وكلنا متأكدون أن أي إنسان عاقل سوف يختار الجميع وسيفتحها كلها. بعضهم بالغ في موضوع تحديدها بليلة 27 وذهب يتلمس بعض الأشياء وبعض الآثار وبعض الاستنباطات من القرآن الكريم، فقال إن الله تعالى قال سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم، وأنت إذا عددت الكلمات من أول السورة إلى هذا المكان سوف تجد كلمة هي 27. هذا دليل؟ هذا ليس بدليل، خاصة يعني الذين يبالغون في مثل هذا وفي الإعجاز العددي وفي الإعجاز العلمي، يبالغون ويجزمون بأشياء يعني كأن الوحي تنزل عليهم. ليس عندنا برهان على هذا. وهل هذا الفهم فهمه الصحابة؟ وهل فهمه قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا. إذن فلنقطع الطمع عن هذه المسألة ونكون من الناصحين، والإنسان يجتهد يعني في هذه الليالي كلها. ومن قام ركعتين في أي ليلة من الليالي فقد قام تلك الليلة، القيام أقله ركعتان، لو قام ركعتين يعتبر ممن قام ليلة القدر. لكن بقي عليه بعد ذلك أمران، إيمانا واحتسابا، إذا حصل له هذا حصل له ذلك الأجر العظيم. نعود إلى الآيات. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي كما ذكرنا على الصحيح هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن. بالمناسبة سمعت الناس يختلفون في اللهجات، يقول عن ليلة القدر، لأن لهجتهم كذلك، يقول ليلة الغدر، تعرفون في لغة اللهجات بعض السودانيين وبعض الخليج أيضا، في بعض الخليج يقولون لغة ليلة الغدر، القاف يجعلونها غين، طبعا المعنى تغير وصارت شيئا آخر. لكن في مثل هذه المضائق الحل عند أهل اللغة هو اللجوء إلى السياق. السياق طبعا ما هي غدر المسألة، هنا قدر، فنعرف هذا من السياق. كالحكاية التي يقال فيها
إن ملك اليمن أو إمام اليمن في ذلك الزمان اسمه يحيى بن أحمد حميد الدين، قريب يعني قبل كم 50 سنة ولا، فاجتمع مع عبد الناصر جمال عبد الناصر في مصر، فكان بينهم جلسة مفاهمة اشتراطات، فكان يملي عليه جمال يملي على الإمام أحمد يملي عليه بعض الشروط، فيقول له نشترط كذا وكذا، فالإمام أحمد يقول له ماشي ماشي ماشي، في لهجة أهل اليمن يعني ما شيء، ما في ولا شيء، وهذاك ماشي على إنها اسم فاعل من مشى يمشي، يعني الأمور ماشية، فعندهم هناك يعني تعتبر كلمة وهنا تعتبر كلمتين. الحاصل انتهى المجلس، انتهت الشروط، فإذا بالأمور ما فيها اتفاق بالمرة ولا في شيء، هذا ما شيء وهذا ماشي، ومشوا على أنه لا اتفاق. فهذا أيضا السياق واللهجات وككلمة العافية مثلا عند أهل المغرب العافية عندهم النار، لو قلت الواحد يعطيك العافية دعوت عليه، عندنا العافية على معناها الأصلي الصحيح. نعم، لكن ما معنى القدر؟ خلونا نعود إلى الجد، ما معنى القدر؟ القدر معناه العظمة والشأن، فهي ليلة عظمة وشأن وبركة، أو معناها التقدير، لأنه يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا من الأدلة على أن المراد بها الليلة التي هي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، بدليل أنه قال في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا هو الأمر الحكيم أي المحكم الذي يكتب في تلك الليلة. والقدر معناه التضييق أيضا، الضيق، ولذلك نقول فلان على قدره، والله تعالى يقول فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. ولهذا يخطئ من لم يفهم معنى قوله سبحانه وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه، يعني هو وهو نبي وهو بلغ به الحال إلى أن يظن إلى أن يظن أن الله لا يقدر عليه، على معنى القدرة لا، ولكن ظن أن لن نضيق عليه، وقد ضيق عليه إلى أن أصبح في ظلمات بعضها فوق بعض في جوف الحوت، فهو ظن أن لن يضيق عليه. هذا معنى. وقيل لأن للطاعات قدرا عند الله تعالى في هذه الليلة. معاني كثيرة، 5 معاني لهذه اللفظة، كلها يمكن أن نلملمها كلها ونجعلها تحت هذه الكلمة وتشملها كلها. ومن العجيب أن يعني من اللطائف أن ليلة القدر تكررت في هذا الموضع 3 مرات في سورة القدر، وتكررت مرتين متجاورتين، فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر في هذا الموضع، ويندر في القرآن أن يكون هناك متضايفان مكررين في مكان واحد. هذا الأمر الذي يفرق فيه بكل أمر حكيم من الله سبحانه وتعالى، من قال إنه في ليلة النصف من شعبان اعتمد على آثار وردت في ذلك، لكنها آثار واهية، وقد جاء في تلك الآثار أنه تكتب آجال الناس في ذلك العام، لأن التقدير له 4 أنواع. هنالك تقدير الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهنالك تقدير عمري، وهذا يكون والإنسان في بطن أمه، وهنالك تقدير سنوي وهو هذا الذي يكون في تلك الليلة، وعلى هذا القول في منتصف شعبان، حتى إن الرجل لا يصخب في الأسواق ويعقد الصفقات وهو مكتوب في الموتى، سيموت هذا العام، ولكنه ماض في دنياه وهو من الأموات، يمشي وينكح ويذهب ويعقد ويعقد الصفقات ويتفق مع الناس ويخاصم، وربما عزم على جريمة، وربما وهو مكتوب
خلاص من الأموات أنه سيقبض أجله في هذا العام، فما من إنسان إلا ويكتب أجله في ذلك العام. أولا لأن الآية قالت هكذا: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي محكم، ولا شك أن أجال الناس من الأمور المحكمة، ولأن الله قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، خاصة الأمر الذي يكون ذا بال، ولا شك أن هذا من الأمور المهمة، حتى أمر الزواج ذكر أيضا في هذه الآثار. لكن الصحيح أن هذا في ليلة القدر وليس في منتصف شعبان. هنالك أثر عن ابن عباس أن صحف إبراهيم نزلت في أول رمضان، وصحف موسى التي هي التوراة نزلت في السادس من شهر رمضان، والزبور نزل في الثاني عشر، والإنجيل نزل في الثامن عشر، والقرآن في الرابع والعشرين. وعلى هذا يرى ابن عباس أن ليلة القدر هي ليلة الرابع والعشرين، يعني هذه الليلة التي نستقبلها. وهذا لا يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، خاصة إذا قيل إنها تتنقل، لكن تتنقل في العشر الأواخر. والله أعلم، أقول يعني والله أعلم، إذا كانت تتنقل وهو الظاهر بناء على اختلاف الرؤى أو ما رآه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الأحاديث، الظاهر أنها تتنقل لكنها مرتبطة بيوم، فهي في ليلة الاثنين من العشر الأواخر، ليلة الاثنين الأول أو الثاني لأنه قد يتكرر مرتين، أو في آخر اثنين ليلة اثنين من الشهر، أو في آخر ليلة جمعة من الشهر، فهي مرتبطة بمثل هذا. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني كنت صبيحتها أسجد على ماء وطين، لأنه حدد ليلة القدر. قال راوي الحديث: فكان ذلك ليلة 21. وفي موضع آخر قال: في ليلة 23. هذا كله يدل على أن هنالك اختلاجا في مسألة التحديد وأنها تتنقل. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، حسبك بشيء قال الله تعالى عنه وهو العظيم الجليل الكريم وهو رب كل شيء ومليكه. قال: إنه مبارك. إذا قال عن شيء مبارك فاعلم أن البركة فيه لا حدود لها ولا نهاية لها. ولهذا من ذلك المحروم الذي يضيع هذه البركة في هذا الوقت؟ ويكفي هذه الليلة بركة أن نور السماء اتصل بالأرض وشعت الأرض وأشرقت بنور ربها وبهذا القرآن، وخرج الناس من الظلمات إلى النور وكأنما كانوا في قبور، ثم خرجوا بعد ذلك بهذا النور الذي تنزل عليهم وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور وبشرهم وأنذرهم، وجاء هذا القرآن ليوجهنا وليخبرنا وليرشدنا، فكان لنا شفاء وروحا ونورا وبصائر وهدى وموعظة، حتى كنا بهذه الصورة أو حتى كان الناس على الأقل، ونحن ولله الحمد في خير وعافية، كله بهذا القرآن. فالحمد لله الذي هدانا بهذا القرآن وهدانا بهذا الإسلام. فهي ليلة مباركة بلا شك، وقد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك رحمة منه، وقال: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فلا شك أنه رحمة من الله سبحانه وتعالى علينا. هنالك لطيفة أريد أن أذكرها في هذا الموضع في مسألة علامة ليلة القدر. هنالك علامة قال بعضهم إنها تكون بعدية، وهي أنه تأتي تشرق الشمس ولا شعاع لها في صبيحتها، ثم تتبع الناس فوجدوا أنها قد تكون في يومين أو في ثلاثة والشمس لا شعاع لها،
وكان أبي بن كعب يقسم بأنها هذه الليلة ليلة 27 لأنه تكرر عنده هذا، ولكن هذا لا يكفي ولا يشفي. هنالك شيء ذكره الله تعالى في هذه الليلة، علامة من العلامات وقد تتبعتها مرة، وهي قوله سبحانه سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام، سلام هي. طبعا هنالك خلاف في معنى سلام، فقال بعضهم إن الملائكة يسلمون على المؤمنين وإن كانوا لا يسمعونهم، وقال بعضهم الملائكة يسلم بعضهم على بعض، لكن هنالك معنى يتبادر إلى الذهن وهو أنها تكون ليلة سلام، لا يكون فيها شيء من الآفات أو من الأحداث الكبيرة أو من الحروب مثلا، يكون فيها هدوء وسلام. ومن أراد أن يتتبع هذا سيجد ليلة من الليالي تكون سلاما، وتتبعتها أنا مرتين متواليتين فطلعت 25، لكن إذا كانت تتنقل لا يلزم أن تكون في هذه الليلة، الليلة الوسطى، لأن هذا قول أيضا أنها في الليلة الوسطى ليلة 25، يعني كان فيه بعض السنوات قبل 10 سنوات أو كذا كان ما فيه ليلة تخلو من تفجير في بغداد أو في العراق، تفجيرات وأحداث، فتأتي ليلة وتكون سالمة من هذا. على هذا المعنى، حتى هذا المعنى لا نستطيع أن نجزم به، لكن هذا مما قيل في معنى سلام هي حتى مطلع الفجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يسلمها لنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن قام رمضان كله إيمانا واحتسابا وليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أسأله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، إنه سميع الدعاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.